قصة جميلة. يا سلام. واحد كان فقير، يجي واحد تصدق عليه بألف ريال. الله أكبر. كل شهر يجي يعطيه ألف، الشهر اللي بعده جاء أعطاه ألف، بعدين صار يعطيه 500، بدل ألف صار يعطيه 500. قلل. هذا الفقير استغرب، ليش معقول يعطيني ألف وصار يعطيني 500؟ الشهر اللي بعده أعطاه 500، قال لا بسأله بقول ليش. فلما جاء الشهر اللي بعده بيعطيه 500، قال وقف يا أخي، أنت دايم تعطيني ألف، ليش بديت تعطيني 500؟ قال والله عندك صوت، يعني كنت أعطيك ألف لأن الوضع عندي كان زين، الآن عيالي كبروا بيدخلوا مدارس أهلية فمضطر إني أقلل. إيش قال ذا؟ قال إيه على حسابي عيالك يدرسون. والله هذه درجة إن بعض الناس إذا أنت تفضلت الشيء اللي تفضل منك وكرم يظن إنه حق واجب عليه. أي صحيح. هذا يعني خلي المثال هذا ولاحظ أشخاص في حياتك أنت متفضل أصلاً. صحيح. هم يحسبون أن هذا واجب عليك أنك تأديه، سواء كان في العائلة. أيه. بعض الناس اجتماعات العائلة لابد أنه هو اللي يجمعهم. وإذا جمعهم وراكم كذا ما جبتوا كذا وليش منقصي أصلاً، هو اللي جامعكم يعني. أحمد ربك. أحمد ربك. إيه. هو مثل هذه الأشياء. صحيح. أبو سند وإضافة.